تفاصيل المشهد في الترجي وأيضا في الأهلي معنا موفد قناة الأهلي الزميل فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت أنت متابع لبعثة الترجي تحطنا في الصورة منها. برحب بك يا استاذ ابراهيم، وبرحب طبعا بالمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كلنا بنقول يا رب، يعني ربنا يكملها على خير يا رب، الفرحه تكمل يوم السبت القادم ان شاء الله، يكون يوم مصر ويوم النادي الاهلي، وان شاء الله يكلل يا رب بالانتصار والحفاظ على اللقب الافريقي في القاهره باذن الله ان شاء الله. يعني طمنا بقى، احكي لنا. يعني يا باشمهندس، انا عايز اخد من كلام حضرتك، او عايز اخد المشهد بخصوص نادي الترجي من امس، يعني استقبال الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص طبعا بصحبه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي وطاقم المرافق ليه من الجانب النادي الاهلي، سواء طبعا التاريخ الكابتن سمير عدلي، العميد علاء صلاح، اداري النادي الاهلي، على استقبال بعثه فريق الترجي التونسي. وطبعا النادي الاهلي حرص ان يكون استقبال بعثه فريق الترجي التونسي في صاله كبار الزوار بمطار القاهره، في مشهد بيعكس عمق العلاقه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي، سواء على مستوى الجمهور سواء على مستوى الادارات. خليني اقول لك طبعا ان تعذر حضور الاستاذ حمدي المؤدب، يعني رئيس مجلس اداره نادي الترجي التونسي، بظروف وفاه شقيقه، وطبعا كان بترأس البعثه رياض بنور المدير الكره والمدير الرياضي طبعا لنادي الترجي التونسي. في المشهد والاستقبال الورود من الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص بكل التفاصيل، يعني ييسر كل الامور، وادي تعليماته ان كل الامور يعني تيسر لبعثة فريق الترجي التونسي. ده مشهد كان خاص بالفريق، واحنا يعني اثناء تواجدنا في المطار كان بعض الجماهير التونسيه كانت حريصه انها تكون في استقبال بعثة الترجي. اول كلمه قالت احنا بنشكر سواء الجماهير التونسيه، قالوا بعض النقاط المهمة جدا يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم. أول نقطة، احنا بنشكر الكابتن محمود الخطيب، بنشكر النادي الأهلي على حفاوة الاستقبال، وإن اللقاء الأهلي والترجي ده ديربي من ديربيات القارة الإفريقية. احنا عارفين قيمة النادي الأهلي، عارفين تاريخ النادي الأهلي، إن النادي الأهلي يوصل لخمس نهائيات متتالية، أعتقد ده رقم مش من فراغ. احنا دايما في افريقيا او في تونس بنقول النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، وبنقول ان نادي الترجي هو غول افريقيا، او غول النادي الترجي التونسي غول افريقيا. لكن استوقفتني كلمه مهمه جدا من احد الجماهير يا باشمهندس عادلي وحضرتك اكيد والاستاذ ابراهيم، هتلفت نظرك لهذه النقطه. احد الجماهير وانا بسجل معاه قال لي احنا شايفين حاله استعداد من الجماهير الاهلاويه للاحتفال بالكاس قبل بدايه المباراه، نتمنى ان الامر ده يكون واصل للعيبه، لان شايفين جماهير من النادي الاهلي بتتهيأ لان البطوله خلصت او ان المكسب مضمون، فنتمنى ان الامر ده يكون واصل للعيبه. طبعا احنا قلنا لهم اللعيبه في عزله تامه عن هذا الامر، لكن دي كانت بعض الحالات اللي مثلا رافضها طبعا جماهير الترجي اللي بيمنوا النفس، قالوا ان طبعا المباراه لسه 50-50 ما بيننا وما بين النادي الاهلي. النادي الاهلي متمرس في المباريات النهائيه، النادي الاهلي قدر ان هو ياخد بطوله مننا في 2012، احنا قدرنا ناخد بطوله من النادي الاهلي في 2018. المباراه دي كانت تبقى 2-1 بقى للاهلي او 2-1 للترجي في عدد الالقاب، لكن ان دل الامر بيدل ان احنا عارفين قيمه النادي الاهلي، وايضا ان النادي الاهلي عارف قيمه الترجي التونسي. طبعا فريق الترجي يا باشمهندس كان ادى تدريب بالامس في تونس، ثم طبعا توجه الى مطار قرطاج ومنه الى مطار القاهره. النهارده كان يوم الاول لفريق الترجي التونسي، طبعا كان بيأدي تدريبه على ملعب فريق ملعب استاد الدفاع الجوي، ويعني كان في طبعا خاصين يعني بعض اللاعبين سواء ياسين من الرياح واسامه بقره للحديث عن المباراه. اللي احنا لامسينه من ميشيل كاردوزو المدير الفني من اللاعبين، في تركيز كبير جدا يا باشمهندس عادلي عند فريق الترجي على المباراه، مركزين جدا فريق الترجي. يعني بعض الجماهير المصاحبه او اللاعبين عندهم تركيز كبير جدا، فاصلين تماما من الحديث مع الجماهير التونسيه، مع الاعلام التونسي، عندهم تركيز كبير جدا على المباراه. انا باكد وبناكد على صعوبه المباراه.
بعض اللاعبين بيتحدثوا ان الفرص متساويه ما بين الاهلي وما بين الترجي. النادي الاهلي هيلعب في وسط جمهوره، برضو عدم وجود او اصابه علي معلول، قالوا النادي الاهلي نادي كبير ما بيقفش على لاعب معين. طبعا الفريق يعني ادى تدريبه على ملعب الدفاع الجوي، الملعب الفرعي للاستاد الدفاع الجوي قبل التدريب. ميشيل كارتوزو كان عقد محاضره باللاعبين في مقر اقامه فريق الترجي التونسي، برضو اتكلم فيها على مباراة الذهاب اللي جمعت ما بين الفريقين، ومع اللاعبين عرض للاعبين بعض مباريات النادي الاهلي على ملعبه في البطولة الافريقية، وايضا بعض مباريات الدوري. بيتكلم او بيركز مع اللاعبين على بعض التفاصيل الخاصة بالنادي الاهلي على ملعبه، تفاصيل النادي الاهلي. فاعتقد ميشيل كارتوزو مدير فني النادي الترجي باللاعبين مركزين، يقابلهم ان شاء الله تركيز من لعبة النادي الاهلي في هذه المباراه. الجمهور المتواجد ان شاء الله يكون على القدر المسؤوليه وقدر الحدث. طبعا من المقرر طبعا زي ما حضرتك قلت يا استاذ ابراهيم ان غدا هيكون في تمام الساعه 12 ظهرا المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بميتشيل كارتوزو وزكريا العايب كابتن الفريق. ايضا هيكون المؤتمر الصحفي للمستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وقائد وكابتن النادي الاهلي محمد الشناوي. تدريب النادي الاهلي اللي هيكون مفتوح فيه 15 دقيقه للاعلام هيكون غدا ايضا على استاد القاهره في تمام الساعه 6. ايضا في تمام الساعه 8 هيكون تدريب نادي الترجي اللي هيكون من خلاله ايضا 15 دقيقه للاعلام. عايز اقول لك يعني حديثنا ايضا مع الاعلام التونسي او الزملاء التوانسه الموجودين بيتكلموا على ترحيب النادي الاهلي. احنا بنشكر النادي الاهلي على الاستضافه، بنشكر جمهوريه مصر العربيه على الترحيب اللي احنا شايفينه في كل مكان. فنتمنى يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي مباراه تخرج في اطار من الروح الرياضيه، ربنا يكرم ان شاء الله لاعبتنا ان شاء الله ويكونوا في كامل تركيزهم يا رب ونقدر نحقق اللقب الافريقي ان شاء الله. ده بالنسبه للترجي. الاهلي بكره التمرينه الاخيره برضه. يعني يا استاذ ابراهيم النادي الاهلي برضه يعني عشان اقرب حضرتك برضه من الاحداث ومن الصوره على مدار الايام الماضيه، طبعا مستر مارسيل كولر بعد مباراه الذهاب اللي جمعت ما بين الاهلي والترجي التونسي، يعني انا هسترسل لحضرتك كده ايه اللي تم من مع مستر كولر مع اللاعبين من بعد العوده من مباراه الترجي او مباراه الذهاب. مستر كولر كان منح اللاعبين راحه لمده 48 ساعه. خلال ال 48 ساعه اللي حصل عليهم اللاعبين مستر كولر ما كانش في اجازه، مستر كولر كان قاعد بيتفرج على المباراه اكتر من مره، مباراه الذهاب بيتفرج على المباراه اللي جمعت ما بين فريق ماميلودي سان داونز والترجي التونسي في ملعب ماميلودي سان داونز، بيقف على بعض التفاصيل، بيحط سيناريوهات للمباراه. في جلسات جمعت ما بين الكابتن محمد الشناوي قائد فريق النادي الاهلي مع اللاعبين، بيحطوا ايضا سيناريوهات للمباراه، بيتكلموا في تفاصيل الدوافع النفسيه محمد الشناوي ودوره كقائد وكابتن فريق النادي الاهلي كده. باشمهندس عارف ان الجلسات دي وتوقيتاتها بتبقى مهمه جدا خاصه في اوضه اللبس في النادي الاهلي. من الاخبار اللي كانت ساره جدا على مدار اليومين الماضيين ان طبعا عوده احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا اللي من اول يوم التدريبات الجماعيه شاركوا في التدريبات الجماعيه. خليني باكد لك جاهزيتهم لهذه المباراة، أدوا التدريبات بصورة كاملة. طبعا حتى الآن عمرو السولية علي معلول طبعا نتمنى له السلامة اللي كان طبعا أكيد هتستفيدوا في هذا الأمر. الكابتن خطيب توجه لزيارته، وأيضا بعض اللاعب النادي الأهلي هيغيب طبعا كريستو لسه في مرحلة التأهيل، فبنسبة كبيرة طبعا السولية كريستو هيبقوا خارج هذه المباراة بالإضافة لعلي معلول لعدم الجاهزية الطبية. مستر مارسيل كولر فرض على اللاعبين طبعا غلط تام، 48 ساعة الفريق دخل معسكر، مفيش حديث خالص مع وسائل الإعلام سوى الأمر اللي كان خاص به التدريب بالأمس وخروج الثلاث لاعبين اللي اتكلموا في هذا الأمر. مستر كولر بيعقد محاضرات مستمرة مع اللاعبين، التجهيز للمباراة، التحضير للمباراة من النقاط المهمة جدا اللي مستر مارسيل كولر قالها للاعبين، العبوا علشان خاطر الجمهور. بعض المشاهد اللي مستر كولر بيعرضها للاعبين، حضور الجمهور في المدرج، بيقول لهم العبوا عشان خاطر الجمهور ده، فرحوا هذا الجمهور. كل لعيب بيصنع تاريخ لنفسه وبيصنع تاريخ للنادي، لكن العبوا عشان تفرحوا للجمهور ده. يا رب ان شاء الله تكمل على خير باذن الله، يكتمل المشهد وتكتمل الفرحه. يعني يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي احنا اتكلمنا على الترجي واتكلمنا ايضا على الاهلي، عايز اقول لك ان النادي الاهلي خليه عمل لا تهدأ،
الكابتن الخطيب بيتابع بنفسه كل التفاصيل الخاصه بالتنظيم في اجتماعات بتتم ما بين مسؤولي الكاف ما بين الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي ممثله في الدكتور سعد شلبي، طبعا الكابتن امير توفيق ايضا كان في حضور المهندس خالد مرتجي العميد علاء صلاح، عايزين ان المشهد يليق بقيمه ومكانه جمهوريه مصر العربيه والدوله المصريه اللي بتثق جدا في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي قادر على اخراج الحدث بالشكل اللي يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي. تفاصيل مهمه جدا، النادي الاهلي كل تدخل باب النادي كل فرد داخل المنظومه عارف الملف اللي معاه ايه. يا رب تكمل على خير. طبعا الفريق ان شاء الله بكره هيكون التدريب الاخير طبعا على ملعب هو في هذه الاثناء يعني وانا بكلم حضرتك الفريق حالا لسه مخلص التدريبه اللي كان على ملعب استاد القاهره الدولي، يعني هينهي التدريب ثم هتوجه طبعا الفريق لاحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه طبعا للمبيت بهذا الفندق. زي ما قلنا الفريق داخل معسكر قبلها ب 48 ساعه، يا رب تكمل على خير. الفريق يؤدي تدريبه غدا ان شاء الله في تمام الساعه السادسة وتكمل المشهد ويكمل الصورة ومصر كلها تكون فرحانة، والنادي الأهلي دايما بيرسم الفرحة يا باشمهندس إن شاء الله. شكرا جزيلا يا فاروق صلاح.